ليهذب نفسه ويرقق طبعه ويرشد مساره وينظم حياته. وجعل الله عنوان الدين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بمعنى أن الدين أنزله الله رحمة لا عذابا، أنزله الله يسرا لا عسرا، وبشرا لا نفرا، واجتماعا لا فرقة، وتحببا للخلق لا تفريقا ودمارا وخبثا وفسادا، والسعي في الأرض قتلا وإجراما. لكن الإنسان العابث ينسى إذا استغنى ورأى نفسه غنيا بماله، بجاهه، بأولاده، بسلطته، بأتباعه، نسي الله جل جلاله، أخذ يعبث، دمر، خرب، يقتل، يفسد. والله ينادي عليه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لكن الإنسان الطاغي صغيرا في مستواه الاجتماعي أو كبيرا، أميرا أو مأمورا، سائلا أو مسؤولا، يقول الله عن الإنسان الطاغي: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن إن إلى ربك الرجعى. في نهاية الأمر الأرض أرض الله، والملك ملك الله، والخلق خلق الله. هو الذي يوقف العابثين في اللحظة التي يريد، له حكمة بالغة، يمهل لكنه لا يهمل. فإذا أخذ الله تعالى العابث والمخرب والمجرم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بهذه المرحلة التي نعيش بها أيها الآباء والإخوة، نحتاج أن نكون صرحاء في عرض معاني القرآن، وهو يتحدث عن المجتمعات المنهارة، المجتمعات التي عم فيها الفشل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأسري. كيف تحدث القرآن عن هذه المجتمعات إصلاحا وإرشادا وإعادة لها إلى مسارها، وإخبارا عن العابثين في مجتمعاتهم، عن المدمرين، عن الذين يوظفون دين الله. ليس للناس إلا دين الله تعالى يجمعهم، يؤلف بينهم، ينشر الرحمة والخير في أوساطهم. لكن مع ذلك يأتي العابثون والمخربون فيركبون دين الله، فيستخدمونه في تدمير أوطانهم وفي تخريب أخلاق شعوبهم. والله تعالى قد تحدث عن هذا الصنف من الناس فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يتحدث باسم الدين وينتسب إلى الله وإلى رسول الله أو إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ويشهد الله: أنا مؤمن، أنا تقي، أنا وطني، أنا صالح، أنا المنقذ، أنا وأنا. هذا لسان حالهم. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لا تصدقوا من ينتسب إلى دين الله سلالة أو مذهبا وهو يعبث بوطنه وشعبه خرابا وتدميرا. لا ننظر إلى أقوالهم بل إلى أفعالهم. الدين قول وعمل، عقيدة وخلق، قيم ومروءة، رحمة وحكمة. وإذا قيل له اتق الله أخذت والعزة بالإثم، فيقبل النصيحة ويأبى أن يوجه إليه النقد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المداد. كم وكم سيظلمون، كم وكم سيعبثون، كم وكم سيخربون. في نهاية الأمر إن إلى ربك الرجعى، في الدنيا وفي الآخرة كذلك. إذن القرآن الكريم كان صريحا في الحديث عن المجرمين والعابثين، عن المدمرين والفاشرين في حياتهم، عن المستخدمين لدين الله ولأوطانهم ذريعة لحظوظهم ومآلهم الفاشل. والمجتمع الحي هو الذي يأبى ويرفض، المجتمع الشجاع والذي يقول للمخطئ: أنت مخطئ. فإذا سكتت المجتمعات أمام القتلة والمجرمين والعابثين، الدمار عليهم. كم لنا ونحن نعاني من 11 سنة
11 سنة هذا الشعب منكوب على رأسه. ثم جاءت السنوات الست الأخيرة فكانت الطامة الكبرى والعابثة العظمى، وسقطنا في الحضيض وأصبحنا عالة على شعوب الأرض يرثى لحالنا. الشعب إذا كان سلبيا أمام العابد والمخرب لن تتغير الأحوال، ستبقى على ما هي عليه بل قد تتراجع إلى الوراء. قرأتم اليوم في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين العابث المتكبر، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذا الرجل رافقه رجل من البسطاء لكنه مؤمن، دخل العابث الظالم على جنته ذات يوم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ناس لربه، متجاوز لحدوده، تكبر على صاحبه قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا المرافق المؤمن البسيط في حاله ومستواه الاجتماعي كان بإمكانه أن يسكت لأنه أمام غني وأمام صاحب مال وقوة وجاه وأتباع، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لما كان الظلم عليه على نفسه صبر لعل الله تعالى أن يصلحه، لكن هذا الظالم انتقل إلى المرحلة الثانية عندما دخل جنته فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هنا وقف صاحبه أمامه، وقف المؤمن المسلم الإيجابي الصادق أمام هذا المتكبر المتعالي، قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك لربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو إن ترني أنا أقل منك مالا أو رأيتني أنا أقل منك مالا فاحتقرتني واستهنت بي وقلت ما قلت. أبلغه ووقف أمامه ونسي هذا الظالم أن الله تعالى فوقه وآخذ بيده، والله ينتصر. فإذا انتصر الله من الظالم إلى أين يهرب الظالم؟ أي وطن سيأويه وأي كهف سيدخل؟ قال الملك جل الملك وهو يصور حالة ذلك الطاغي فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. هنا الأمل يظهر في هذه الآية، هذه الآية الكريمة تعيد الأمل إلى الشعوب المحبطة، إلى الفرد الآيس. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. من يقف أمام الله جل الله؟ من يتحدى الله جل جلاله إذا جاءت قوته، إذا نزلت سطوته على الظالمين والعابثين والمخربين؟ الله تعالى يختار الساعة المناسبة ويمهل الظالم لعله يتراجع، فإن لم يتراجع اللوم عليه يصبح عبرة لغيره ويذوق الهلاك أمام الناس، كما قال الله عن ظالم في التاريخ وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون. إذن أيها الآباء والإخوة، الظالم مهما طغى والقاتل مهما خرب والوطن إذا انهار ستعود الأحوال كما كانت. ما كان الله تعالى ليبقي الحرب أبد الآبدين. الحياة وإن كان عنوانها لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، في الرزق، في الزواج، في الدراسة، لكن الأصل في الحياة الاستقرار، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الحرب طارئة وستنتهي في يوم ما. شعوب العالم تحاربت تقاتلت حروبا عالمية لكنها صحت في لحظة من اللحظات وهدأت الأوضاع. اليوم الاتحاد الأوروبي مثلا عالميا وأنموذجا إنسانيا في كثير من جوانب الحياة والدولة،
أين كانوا من قبل؟ شعوب متناحرة متقاتلة، حروب أخذت الملايين، لكن أين هم الآن؟ إذن هناك نماذج من شعوب الأرض صحت بعد أن كانت نائمة، واستيقظت بعد أن كانت غافلة، وقامت بعد أن كانت على الأرض ساقطة منحطة. وسننهض بإذن الله في يوم ما، سيعود الوطن إلى مساره، وستعود الأحوال إلى استقرارها، وسيعود التعليم كما كان وأحسن، وستعود المساجد إلى ائتلافها بعد فرقتها، وسيذهب السياسي الفاشل والقاتل المخرب والمتعصب الأناني إلى زاويته التي كان، وسيذهب السلالي المجرم العابث المخرب إلى مزبلة التاريخ بإذن الله. هذا الشعب المسلم العربي مضرب مثل أمام العالم الإسلامي والعربي في عروبته وتدينه. يضربون بنا مثلا كم أكلت الحرب، لكننا لازلنا في تماسكنا، لازلنا في ثباتنا، لازلنا في قوتنا. لو نزلت هذه الأحوال على شعب آخر لما استطاع أن يتحمل، لكن هذا الشعب صابر ثابت قائم على رجليه. والسر أن هذا الشعب من أحفاد الملوك، أباؤكم وأجدادكم كانوا يحكمون العرب والعجم، كانوا يحكمون العالم. جدكم ذو القرنين الذي قرأتم قصته اليوم، ويسألونك عن ذي القرنين، انطلق من بلادكم يجوب الأرض ويحرر الشعوب المظلومة ويقمع الظالمين. مر جدكم ذو القرنين على شعب مظلوم، شعب السدين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. شعب مغلوب على أمره، محتل من قبل أمة يأجوج ومأجوج، واليأجوجية هي ظاهرة ورمز للاحتلال والخراب في الأرض. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أريد أموالكم ولا أريد أرضكم، سأحرركم لوجه الله. ما أعطاني الله من الخيرات والإمكانيات والقدرات العسكرية كفيلة بتحريركم، لكن تحركوا أنتم معي، انهضوا بسواعدكم، حركوا إراداتكم. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رغما. لقد كان منقذا صادقا ومحررا طيبا، أنقذهم ثم تركهم قائلا هذا رحمة من ربي. إذن هذا الجد الأصيل النبيل لا زال أحفاده يتوارثون الأرض، وستعود لهم الحياة التي كانت بإذن الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كان الملك في حمير ثم صار إلى قريش وسيعود إلى حمير. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. هذا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن لنحيي الأمن في قلوبنا ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كم هي آيات القرآن التي تحيي في قلوبنا الأمل. يعقوب بعد الذي حصل له يقول لولده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. أيها الصادقون، أيها الوطنيون، أيها المخلصون، تحسسوا لوطنكم ستجدونه في يوم ما، ستلتقون به في لحظة ما، ستعود الأحوال إلى ما كانت وأحسن بإذن الله. الله غالب، الله قادر، الله قاهر. المشكلة أننا لم نعرض مشاكلنا على الله جل جلاله، التمسنا الحلول من غيره وطرقنا أبواب غيره، نستنجد هذا وهذا شرقا وغربا. لو طرقنا باب الله قولا وعملا وحلولا. الله لا يضيع عباده ولا ينسى الطارقين لبابه ولا يترك الفارين المنسحبين إلى رحابه.
والرحيم جل جلاله، هو الكريم عظمت أسماؤه وتقدست صفاته. نحن إذا هربنا إليه منسحبين عارضين مشاكلنا وأحوالنا، الملك جل الملك سيجعل لنا من أمرنا فرجا ويسرا ومخرجا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما قلت من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلام على رسول الله. أما بعد، ستنتهي الحرب في يوم ما، سترتفع الأزمات في لحظة من لحظات الحياة، سنتنفس الصعداء بإذن الله. الحرب ستنتهي، لكن هل ستنتهي آثارها؟ هل سنكون أقوياء في مواجهة ابتلاع آثارها المدمرة؟ الحرب تغير العادات، الحرب تحاول أن تسحب الذوق العام من تحت أقدام الناس، وهذا ما يجري في أيامنا أيها الآباء والإخوة، أيها العقلاء في بلدي. إن الحرب استباحت كل شيء، استباحت الأخضر واليابس، لا من أرواح آبائنا وإخواننا وأبنائنا وأمهاتنا وأخواتنا فحسب، بل استباحت القيم والعادات والذوق العام. اليوم الذوق العام يسحب من تحت بساطنا، الذوق الديني والذوق الاجتماعي، ذوق الطريق، ذوق المدرسة، ذوق الشارع والسوق، جرأة على الأخلاق الاجتماعية بصورة منقطعة النظير. أين نحن؟ نحن عرب، نحن مسلمون. إذا غاب الإسلام لازالت العروبة موجودة، العروبة خلق وقيم وكلمة. ما هي العروبة؟ العروبة كلمة، أصل العروبة التاريخية كلمة ثم صارت جنسا إنسانيا. العربية والعروبة كلمة وقوة، ولذلك أنزل الله الكتاب للأمة العربية لتبلغ العالم، وصارت معجزة هذا الكتاب كلمة لتناسب حال الأمة المبلغة لأمم الأرض. نحن عرب، ما بالنا نتخلى عن قيم العروبة في تعليمنا، في أعراضنا، في سمعتنا، في صدارة التابهين. من متى والعرب تصدر التابهين في مجتمعاتهم؟ من متى والعرب يصدرون الذين لا قيمة لهم؟ يتكلمون على منابر السياسة أو على منابر الأدب والشعر أو على منابر الفقه والدين. هل عقمت هذه البلد عن إنتاج المبدعين والصادقين والمتميزين والنماذج حتى نصدر التابعين، حتى يتصدر من لا قيمة له؟ نعم، نحن نؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان تكون سنوات خداعات، يؤتمن فيك الخائن ويخول فيك الأمين ويصدق فيك الكاذب ويكذب فيك الصادق وتنطق فيها الرويبضة. من هم يا رسول الله؟ قال التافه، كذا الوصف النبوي، التافه يتكلم في أمر العامة. إذا رضينا بصدارة التافهين، إذا سكت العقلاء والأقوياء والمبدعون في كل جوانب الحياة، المرحلة التي ستكون بعد الحرب ستكون مرحلة تافهة، ستكون مرحلة لا قيمة لها. لكن حاول قدر الإمكان أن نقف على أقدامنا، فنشجع المبدعين والصادقين والنماذج، النماذج الدينية الصادقة، النماذج الأدبية والاجتماعية والعلمية في أي جانب من جوانب الحياة. الأحوال هذه ستنتهي، لكن ما هي النماذج التي ستكون لنا مفرحة في المرحلة القادمة؟ على هذا ينبغي أن يكون الشعب حياً مستيقظاً متنبحاً قدر الإمكان، يقاوم قدر ما يستطيع، مثلما قاومتم الحرب ولازال الشعب يقاوم،
في بعض الجهات لابد أن نقاوم في الحفاظ على قيمنا، نقاوم في الحفاظ على تعليم أولادنا، نقاوم في الحفاظ على قيم الطريق، على قيم السوق، على قيم الدين الحاكمة للمسجد والحياة. أما إذا تركنا الأمر هكذا كل واحد يقول نفسي 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 نفسي، هذه يوم القيامة أزل في الدنيا. أما في الدنيا فالله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا رضينا بالخطأ الله لا يرفع البلاء ولا يستجيب إن قلت يا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ختاما أيها الآباء والإخوة، لنعش الأمل، والله سبحانه هو أملنا الكبير، وفي سورة الكهف باع كل الأمل لنا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لنعش الأمل ونحسن الارتباط بالله ونتماسك فيما بيننا، نتماسك ونحن عقار الأرض، أنتم عقار الأرض الثابت، أنتم أصل وطنكم، غيركم قد يهرب قد ينسحب قد يولي الأدبار إذا اشتدت الأمور، لكن عقار الأرض إذا لم يستوعب إذا لم يدرك سيتفكك وينهار في اللحظة التي يتمنى أن يكون فيها حيا قائما. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بوطن آمن وحياة كريمة. اللهم أكرمنا بالحياة السعيدة في وطننا يا رب العالمين. اللهم رد البلد السعيد إلى الحياة السعيدة. اللهم رد البلد السعيد إلى الحياة السعيدة. اللهم رد اليمن السعيد إلى الحياة السعيدة. اللهم اجعلنا في وطننا آمنين مكرمين. اللهم اجعلنا في وطننا آمنين مكرمين. اللهم اجعلنا في وطننا آمنين مكرمين متصالحين متسامحين متغافرين متجاورين يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالعابدين، اللهم عليك بالمخربين، اللهم عليك بالقتلة المجرمين. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا يا الله يا الله. طرقنا بابك يا الله، طرقنا بابك يا الله، لذنا بجنابك يا الله، انطرحنا في رحابك يا الله. أغثنا بوطن آمن يا الله، أغثنا بوطن آمن يا الله، أغثنا بوطن آمن يا الله. ليس لنا إلا أنت يا كريم، ليس لنا إلا أنت يا لطيف، ليس لنا إلا أنت يا وكيل، ليس لنا إلا أنت يا ملك. أنقذنا يا الله فأنت المنقذ، أنقذنا يا الله فأنت المنقذ، وأنت القائل وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. أنقذنا يا الله، أنقذنا يا الله، خلصنا من هذه الأوضاع المؤلمة يا الله، اجعل لنا فرجا من الظالمين والعابدين والمخربين يا الله. لا إله إلا أنت وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآل الطيبين والصحب الأكرمين وألحقنا يا ربنا بالصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.